خصنا نمشي انا حنا كمجتمع مدني نمشيو في اتجاه ديال الترافع، لان الدوله خصها دير هاد النوع الخدمه. ما نديرش انا الدور ديال الدوله ونخلي انا الدور ديالي انا. مثلا انا هذيك الصحه خصها تكون هذيك الترويض خصو يكون في السبيطار، هذيك واحد المجموعه ديال الحوايج في المدرسه. بحال مثلا نهضروا على المكوفين، كاين المدارس، يعني واحد 13 ديال المدارس في المغرب، واللي محدود هو اللي تيولج لديك المدرسه، لان كاين المدن، اغلبيه ديال المدن اللي ما كاينش فيهم مدارس. نعطيك على العرائش، مثلا واحد مجموعه من المدن في المغرب اللي ما فيهمش مدارس، ولكن هذاك الطفل اللي مكفوف واش ما عندوش الحقيقه؟ لا، وانا عندي تجربه، لان الانسان اللي ما كانش عنده علاقه بديك المدرسه، والله شحال الناس ما عارفينش بان كاين مكفوف ثقه. وانا على البارح وقعت لي للاسف، ان مازال العقليه ديالنا حنا هنا في المغرب مازال ما بقاش صغير. تصور انا مشيت لواحد الاجتماع في الجماعه ديالنا ديال العرايش، السيد سكرتي في الباب قال لي مسكين باش يعدوك، شنو غادي انت في الاجتماع وشدك الاجتماعات؟ للاسف انا دابا معنا في الاجتماع ديالنا.